إذا حضرت النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقربة أهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا يا الله يا رواية هذا الجماعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله kami meminta ya Allah dengan keberkahan Syawal pada malam ini. Tolong ya Allah panjangkan umur kami di dalam taat kepada-Mu ya Allah. Tolong ya Allah sehatkan semua badan kami dan keluarga kami ya Rabb. Manakala ya Rabb di dalam takdir-Mu ajal kami dijemput oleh ajal pada tahun ini ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah jadikan kami ya Allah yang husnul khotimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin walqur'anil hakim. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ قَبْلَ ظَهْرِهِمْ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَثْقَالِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا وكل شيء أحصيناه في إيمان. Sehatkan kami, sehatkan orang tua kami. Kabulkan permintaan kami. Waqdim lahum mathalan ashabal qaryati idhnaahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnain قالوا ما أنتم إلا
أنتم قوم مسرفون وجاء من أفضل المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغفر عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني كالذي جهال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل له الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء مما رزقكم الله قال الذين
ما ينفقون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قل يحييها الذي يحييها أول مرة
الذين عانكم من السجن الأخضر ما هم بإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله كان semua meminta kepada-Mu ya Allah di malam istisqa' yang mulia ini dengan keberkahan suruh hiasi umatkan kami bercakap ini ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman keluarga anak dan istri kami ya Allah, orang tua kami juga ya Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا Salud. Para la ilaha.
صلى الله
المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
Ya Allah, kamu meminta kepada Allah dengan keberkahan Gusti Syawal pada malam ini dan keberkahan seluruh Yasin yang akan kami bacakan ini, ya Allah. Bukakanlah kepada kami, ya Allah, pintu-pintu rezeki, ya Allah, untuk taubat kepada-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang cepat, ya Allah. Setelah Engkau berikan, ya Allah, jangan biarkan kami, ya Allah, engkar di dalam hikmat, ya Allah. Ya Aziz, Al-Qur'an Al-Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira amalahum qawmun mu'minun. إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ.
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ أَهْدِمُ عَلَىٰ وتقلبنا أيديهم وتشهد عدلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا استغفر الله العظيم.